شاكيرا تدخل في نوبة بكاء بأمريكا وخلافتها مع والدة بيكي تعود للأذهان. أخبار النجمة الكولومبية شاكيرا تتصدر ترند حياتها منذ الانفصال وهي تثير فضول جمهورها. مؤخرا ظهرت وهي تبكي في أمريكا ومقاطع شجارها مع والدة بيكي عادت للأضواء. حياة شاكيرا الشخصية تتصدر ترند منذ أزمة انفصالها عن بيكي، وأصبحت عدسات المصورين تلاحقها في كل مكان تظهر فيه. مؤخرا انتشرت صور لشاكيرا والدموع تغرق عينيها دون أي أسباب. واتضح أن شاكيرا كانت برفقة أبنائها في جولة بنيويورك في أمريكا وتواجدت معهم في محل حلويات، لكن نوبة البكاء بدأت بشكل مفاجئ في المحل. عدد من وسائل الإعلام تداولت صور شاكيرا وهي تبكي، وكشفت عدد منها أن أسباب البكاء نتجت عن الإجهاد والتوتر الذي تعيشه في حياتها هذه الفترة. أزمات شاكيرا الشخصية لم تؤثر على نجاحها كمغنية، فظهرت مؤخرا خلال تواجدها في نيويورك في برنامج The Tonight Show with Jimmy، وقدمت أداء مميز مع بيزاراب كان الأكثر مشاهدة هذا الأسبوع. محبي شاكيرا ما زالوا يسترجعون أزماتها مع بيكي ووالدتي، فمؤخرا تم نشر مقطع لوالدة بيكي وهي تمسك بفم شاكيرا وتشير بأصابعها للشارع، وطلبت من شاكيرا عدم استكمالها كلامها، وكان تصرف بيكي وقتها أنه حاول تهدئة سيدتين. لم يتم الكشف عن موعد أو مكان هذا الحادث، لكن رواد السوشيال ميديا تفاعلوا معه ووصفوا تصرف والدة بيكي بالقبيح. خلافات شاكيرا ووالدة بيكي لم تنتهي عند هذا الأمر، فمؤخرا ظهرت شاكيرا وهي تقوم بوضع دمية كبيرة تشبه الساحرة الشريرة، وضعتها في شرفة منزلها في برشلونة المطل على بيت والدة بيكي.